ربع ساعه كنت كليت الريبا تاعي. سما شاك تروازور عندي محبس قبل لونطريمون غير نكمل نص ساعه من بعد نقدر نزيد الريبا ديزيام. هذه الريبا تاع مول لونطريمون تاع مول لونطريمون ونديها معايا. اوكي لازم سكالوب لازم سكالوب. شحال عندنا هنا مغرام؟ هنا كاينه 300 غرام هنايا. شاك ريبا فيها 300 غرام. باسكو عندي سي ريبا احسب 2 كيلو يطيحوا 300. كي ندخل نشوفهم ننسى كاع برا واش كاين. ننسى كاع ما قري زعاف برا ولا كاش عفسه هكذا. كي ندخل ننساهم كاع. مسافيني في الريجيم ما يقلقونيش، ماشي كيما برا الستريس بزاف و لا بريسيون تاع الغاشي سقسو هذه هاديه. تما كي ندخل للدار باك على بالهم بلي ريجيم، الدراري ما يعيطوش، ساكتين يلعبوا يضحكوا يعني بالبيان. الريجيم تاعو اللي ان بو سبيسيال، سا في تاني شويه سبيسيال باسكو ما يحبش الحس. الوغ دونك اون ماريا، ماريا سي انفون كي لا دي ديفيكولتي الوغ نسكتها. مي مالغري هذا كامل، مالغري هذا كامل يعني معنا الحمد لله في الدار الريجيم. انا نسي لو ماكسيموم باش نكالمي لا بتيت باسكو لي ديرني جور ديالو يولي ينقص في الروز، يولي ينقص في سكالوب، الوغ ما يحبش الحس. با هذه هي مع لو بتي تاني كي كان يتربى الحمد لله. تاع اليوم ما كانت سهلة، ماشي غير تاع اليوم، اللي قبلها واللي قبل قبلها واللي راه جاي صعيب بزاف. والله غير العظيم غير صعيب بزاف، سورتو كي يكون الكوتش معايا غير واعره بزاف، غير كيما يقول لك غير طويل العمر اللي يقدر يشد. والله العظيم تعب بزاف باسكو الروبو ما كاش، عندك ماكسيموم كاس سكوند بين سيري والسيري، يقول لك سهله بصح والله ما سهله. عضله الصدر مع عضله تاع البيسبس لي خدمتهم اليوم، وكاين اصعب منها كاع. اليوم بالك شويه بالك غدوه يكون اصعب على تاع اليوم باسكو علاه الريجيم راه نهار على نهار يزيد. التدريبات تاعنا كاين يعني كاين اون ترافيرسي لي سيكل. السيكل الاول تدريب واحد في اليوم 5 مرات في الاسبوع، السيكل الثاني تدريب واحد في اليوم و6 مرات في الاسبوع، والسيكل الثالث وين يكونوا تدريبين في اليوم و6 مرات في الاسبوع. بالنسبة للموهوب ميهوبي فيصل، كنت سامع أنا بلي كان عمل بطولة دورة وطنية وين فاز مرة ولا مرتين فيها، ولكن كان وزن آخر وكان يعني عنده مستوى آخر ما عنده حتى.
يعرف اللي عنده هو ما كانش يعني ما كانش مأمن بالشي هذا. قلت له لاك معول، قال لي اني معول يعني راني مستعد للتحضير ولي زونترينمون ولي زوبجيكتيف. انطلقنا في الشغل. 2013 مشينا لبطولة العرب وين ما كانش عنده يعني ما دخلش في التوب 6 يعني ما كانش في النهائي، ولكن ثم شفت وحب يقول في الانترناسيونال الفيزيك اللي عنده يعني ك شخص عنده اكسبيريونس في الميدان هذا وكذا، شفت فيه حاجه يعني حاجه اللي خليتها غير ليا برك. 2013 بطوله العالم في مراكش ويتحصل على المرتبه الرابعه وكانت مفاجاه يعني واحد ما كان يستنى فيه. 2014 بطوله العالم في برازيليا في البرازيل ميداليه برونزيه يعني راهو من العام لعام المستوى تاعو يتحسن. 2015 بطولة العالم ميدالية فضية المرتبة الثانية. شهر من بعد مشينا لمستر أولمبيا بموسكو وين يعني تفوق على الجميع وفاز بالميدالية الذهبية في وزن 90 كيلوغرام، وفتنا على بطولة أرنولد كلاسيك كانت خصنا ميدالية ذهبية يعني الرياضي الهاوي الأماتور يلزم له بطولة عالم ولا بطولتين مثل أرنولد كلاسيك ولا أولمبيا، وين الأولى تحصل عليها في موسكو والثانية تحصل عليها في براغ، وين سمحت له باش يدخل العالم الاحتراف. شكر للاتحادية الجزائرية اللي هي راي دعم في الرياضيين ويعني وراهم وتحميهم وتعاونهم. الشيء هذا ما يكفيش، الرياضي كي يروح الاحتراف يلزم له بوكو دو مويان ويلزم له مصاريف يعني مصاريف كبيرة وكل يوم، وقد ما نطلعوا لي زوبجيكتيف قد ما لي مويان يكونوا بلوس. لقائي انا اول ما عرفت فيصل عرفته في برشلونه يوم تحقر وكان يستاهل الميداليه الذهبيه وكان يستاهل بطاقه الاحتراف، لكن عرفنا هناك انه كان فيصل كان اللي اخذ المرتبه الاولى انه كان عنده سبونسور في برشلونه، وفي ذاك الوقت كلمت صديق لي في الجزائر كان يشتغل مع شركه ليفروني وحكيت له قلت له انه فوالا وش صرا. قال لي ابعث الواحد. رحنا للتفاصون، رحنا لكيفين ليفروني اللي نحييه بالمناسبه على بطل عالمي اسطوره في البودي بيلدينغ. عمل كيفين حوار مع الشباب تاع المنتخب الوطني وقال لهم بالتوفيق ان شاء الله، وطلعهم اون ستيج وعمل دردشه معهم. وبعد فيصل راح كومبيتا ايفان برون لو دوزيام وغاضوا الحال مشتاش بارسكو صح الناس كلها شاهدت انه فيصل كان يستاهل المرتبه الاولى. عاود شخصيا رجعت لكيفين ليفرون، اعطاني رساله، رجعت للمنتخب الوطني، رجعت لهم للفندق، اعطيت رساله لفيصل كما كنت تبعتوها كاملين، رجعتها له قلت له غدا وراك مروح الجزائر، قال لي قلت له يبقى ماكش مروح، كيفين ليفرون راه عطاك رساله قال لك تبعني لبراك، وكتب له ربي انه اللي رعاه واحد من الاساطير تاع الرياضه اللي يحبه هو، وأنه ما خيبش ظن الجميع. إرادة أصلب من هذه الآلات الحديدية تحلى بها بطلنا، ومهمة أثقل من هذه الأوزان واجهته، إلا أن قوة ساعديه مكنته من الفوز بمعركة ساحتها المنصة ضد خصوم هم من أقوى رجال العالم، إنجاز
ينتظر اهتماما ودعما من الجهات المسؤولة لتقديم لما لا الأحسن. فؤاد الخيلة، قناة الجزائرية. ما يقول لك التليفون ديالي كاع تاع الفيسبوك تاع لاباج. نوعدهم ان شاء الله ببطولة العالم ميداي دور وتوت كاتيجوري باذن الله، ان شاء الله نهبطها للجزائر. اول تاريخ الجزائر، اول تاريخ الجزائر، اول